أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الأحبة. في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي تمر بها سوريا نتيجة العقوبات الظالمة والحصار الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تصبح الحاجة إلى البحث عن الحلول والبدائل الغذائية ضرورة وملحة. سنناقش هذا الموضوع مع خبيرة التغذية الأستاذة ثواب الغبرة، لربما نتعرف على مجموعة من البدائل ومجموعة على النصائح الغذائية أيضا. يسعد صباحك دكتورة، يا كيف أهلا صحتك؟ وسهلا، يا أهلا وسهلا، والله تمام الحمد لله. يطول عمرك. هل التكوين الغذائي الموجود داير من دارنا والطبيعة بيسمح انه نحصل على كل الشيء اللي بدنا اياه نحن من فيتامينات واملاح معدنية وغيرها من مصادر مختلفة، ولا في شيء موجود مثلا باللحم الاحمر ما بنلاقيه باي مكان ثاني، موجود بالدجاج مو موجود بمكان ثاني، ولا لا الطبيعة مقدمة بدائل؟ هلا احلى شيء رب العالمين خلق كل شيء مختلف عن الاخر، ما في حتى نحن بنقول لك بني ادم شبه بني ادم، كل واحد له بصمته، بس بنفس الوقت كل شيء بهالكون في له بديل الا الله تعالى، يعني هي اهم نقطه. في شغلات كثير متشابهه لكن نفسها ذاتها لا اطلاقا، لكن ما في بدائل، طبعا في بدائل. هلا بعلم التغذيه في بحور بدائل، واي شيء يعني انت بتحاول انك ليش لك كان التنوع هو علم الاساس توازن علم التغذيه، لانه انت بتاخذ من كل بستان زهره. ونحن بالعكس يعني حتى نحن من هلا بدنا نتعرف انه احيانا اجبارنا على البدائل ممكن يفيد اجسامنا وجهازنا المناعي بطرق مختلفه اكثر من غيرنا، نحن اكثر من الناس اللي هي مرتاحه والامور هي. هلا اللي بدي اقوله انه نحن بالفعل بوضع اقتصادي يعني لا يسمح له ان نحن نتناول منتجات لحوم وحتى الاجبان والالبان والامور هي، ونحن على ابواب عام دراسي جديد وهالامور هي كلياتها، التكاليف عاليه جدا خاصه بهالظروف هي. فنحن جايين نعمل سبوتات على شغلات مغذيه بسيطه، بالعكس بتعمل عندك يا هضم سريع، وخاصه لاطفال المدارس وهالامور هي كلياتها، بحيث انه نحن ان شاء الله كمان ما نزداد بتوازننا على الميزانيه تبع اخونا المواطن. نعم على الأكيد. حنبلش أنا وياكي بأهم مادة غذائية، أو فينا نقول يمكن أشهى مادة غذائية وأكثر مادة تدخل بتكوين وجباتنا اللي هيك مثل ما تعودنا يمكن بالمطبخ الدمشقي والمطبخ الشامي، اللحم الأحمر. اللحم الأحمر اليوم هو أغلى مادة غذائية للأسف موجودة بالسوق. نعم اللحم الذهبي تماما، اللحم الذهبي، وصارت مانا موجودة على موائد السوريين ربما من فترات طويلة جدا بحكم الحرب وفترة ما بعد الحرب اللي طلعنا منها. هل القيم الغذائية الموجودة باللحمة ممكن نحن نحصل عليها من بديل آخر أرخص ثمنا من طبعا اللحمة؟ هلا كل اخواننا المشاهدين بيعرفوا انه البقوليات هي سيده بديل اللحوم بعلم الغذاء. هلا نحن بنقول الفول، نحن العدس، الامور هي كلياتها، حتى بنقدر نقول من مواد اللحوم عندنا يا الاشياء المهمه سوده الدجاج هلا بيقولوا لي الدجاج غلي لكن الطف نوعا ما من هالامور هي كلياتها. اللحوم الحمراء جيده جدا عندنا اياها، بس لكن نحن بحاجتها اسبوعيا بالاسبوع مره واحده، يعني حتى مرة واحدة؟ مره واحده. طب نعم وبنفرق باللحم بالنسبه الأحمر للناس بين اللي عندها مشاكل في الدم، بالنسبه لان في كثير بدائل هي البدائل هي الاساسيه تبعها اللي بتعوض قيمتها الغذائيه تبع الحديد، هي ماده التمر. التمر ماده لطيفه جدا ونباتيه، وبنفس الوقت بتعطي قيم غذائيه ولرفع حديد المخازن. الشيء الثاني اللي بدنا نحكي عليه، نحن اكثر شيء بناخذ اللحوم عشان رفع الحديد بالجسم، الطاقه البروتينيه تبعها ممكن يكون لها بدائل اخرى. انا ما بخبي انه بديل اللحم ما حيكون بعنصر واحد، يعني انا حكون واقعيه برجع بقول في بدائل، لكن نحن قلنا اول حلقه انه ما في شيء فوتوكوبي عن الثاني، فلذلك نحن بدنا نستبدل كبديل انه نحن يكون عندنا وجبه فول او وجبه مثلا عندي سوده دجاج او اي نوع سوده عندك اياها الطف كسعرا. وشيء ثاني كمان بالنسبه لي ان التمر، هلا 7 تمرات يوميا نحن بالنسبه لنا بتعطي رفع للمخازن الحديد. هلا الطاقه البروتينيه نحن بنقول كمان نحن اللي بتعطيها هي بيعطي دجاج كمان امور جيده لا باس فيها، لكن كمان نقول السمك، السمك هلا نحن ببلادنا كمان غليان لكن الطف كمان سعرا من اللحوم الحمراء. هلا نحن بنقول بس ننتبه بهالقصه بهذا الشوب الحار، السردين رائع جدا لمخازن فيتامين د، لكن نحن بنقول بنفضل مو استهلاكه بكثره لانه هو نسبه المواد الدهنيه الاحماض الدهنيه اللي فيها عاليه جدا، فبنخاف مع المعدن يكون عندك يا شوي فاسد، فبنقول بالاسبوع مره وجبه سردين، لكن الطونه الطف على الكبد من السردين، لكن السردين غني بمخازن
مخازن فيتامين د بيعلي مخازن فيتامين د. هلا برجع بقول انا بدلت اللحمه الحمراء في نوع لحم معين ارخص نوعا ما، وحكينا عن التمر. الشيء كمان اللي الناس اللي عندها مشاكل في الدم، دبس الخرنوب او دبس التمر او دبس العنب كمان هي بترفع مخازن الحديد، ممكن انا احطها للطفل اذا كان في عندنا مشكله اسعار لحوم. هذا معلقه يوميا بتعمل عندك يا كمان غذاء رائع للاطفال وزياده التركيز، وخاصه للناس اللي طلابنا بالجامعات اللي عم يقدموا الامتحانات بيسالونا شو بدنا نساوي سرعه حفظنا، بقول معلقه دبس خرنوب او دبس تمر او دبس عنب، فبترفع عندي يا غذاء الدماغ بشكل سريع، بيصير الطالب يعرف يحفظ بسرعه اكثر ويسترجع معلومته بسرعه اكثر. رائع جدا. عسيرة استذكار المعلومات وعسيرة التغذية الجيدة للطلاب، هلأ نحن تقريبا قاب قوسين أو أدنى من بداية العام الدراسي الجديد، فنعرف أنه حكينا ببداية الحلقة مو بس اللحوم، حتى مشتقات الألبان والأجبان غليت كتير. شو في بديل غذائي جيد ممكن تبعته الأم مع الطفل على المدرسة يعطيه الطاقة ويعطيه التغذية الجيدة وبنفس الوقت ما يكون مزعج لجهازه الهضمي ويحقق الفائدة المرجوة؟ اكثر شيء غذاء انا بلاقيه للطفل بفتره تبعته على المدرسه هو احسن الالبان والاجبان هو الزيت والزعتر. الزيت والزعتر رائع لطاقه الدماغيه، رائع لطاقه العضلات، رائع لطاقه الاعصاب، كمان بيرفع المناعه، غني جدا بماده اسمها الزنك، محبب كطعمه لدى الطفل، بيعطي ماله سيء الهضم ابدا. انا بلاقيه كثير متوازن يعني ومنطقي مهما بلغت يعني الاسعار عاليه نوعا ما. هلا الفكره الاساسيه انا ما عم بستثني شيء، ما في شيء مغلي، بس نوعا ما الطف من غيره يعني بهالناحيه. الشيء الثاني اللي بقول انا كمان انه الاجبان والالبان مو ناخذها بكسره، يعني هلا الفكره الاساسيه انه مو كل يوم تبعت جبنه لبنه جبنه لبنه وهالقصص هي. هلا كمان للاسف بدي اجي كنت تحط البديل، كمان البديل هذا هلا البيض المسلوق رائع جدا في الصباح، لكن انا ما بحبه بالمساء، يعني انا هالفكره هي كثير بنبه على الاهالي، البيض المسلوق رائع بيعطي طاقه فوسفور، طاقه دماغيه جدا لخلايا الذاكره. البيض كثير رائع كوجبه فطور خاصه اذا كان في يوم عطله جمعه سبت اللي هو. فالفكره انه بيعطي مدد كمان للاطفال البدينين، يعني بيعطيهم مدد شبع، ما بيخليهم يتنقرشوا الشيبسات والكولايات بفتره مدرستهم، فبيعطيهم شبع عالي نسبه يعني بيخلي طلبهم للسكريات اقل، لانه هلا عم نلاحظ هجوم شيء اسمه بلوغ مبكر عند الفتيات واليافعات بهيك سن، وحتى بلوغ مبكر عند الشباب، هذا عم ياخذ يستنزف من طاقه الطول تبعهم. فهي الاشياء كلها بتحس انه لا انا بدي اقلل السكريات، على الرغم انه البيض من منتجات الدواجن، لكن اخف عبئا على تحميه المبايض اكثر بكثير من شيء اسمه السكر الابيض والمواد الحافظه الموجوده بالاكلات الطيبه والامور هي كلياتها. حاجه الطفل وحاجه الانسان البالغ من البيض، هي بيضه واحده يوميا سواء كان طفل او للانسان البالغ، ولا بتزيد الحاجه او بتقل مثلا على العمر؟ هلا انا بالنسبه لي البيض عندك يا بيتاخذ مسلوق قلي بريشت بكل انواعه. الحاجه اليوميه طبعا تختلف بفترات العمريه وحسب حجم الجسم، يعني هلا نحن كثير ما فينا نحدد انه قديش حجم الطاقه اللازمه عندك، لكن انا بقول يوم اي يوم لا كثير رائعه لاي طفل يافع او بالغ. هلا الناس اللي بتخاف منها ككوليسترول هالامور هي اللي شائعه كثير غلط، لانه الكوليسترول بيعطي الغذاء لكل الجسم، لانه نحن جسمنا بيصنع الكوليسترول من الكبد 90%، 10% بياخذه من الغذاء. الحميات اللي بتقول لك انه مناع اللحم والبيض عن مريض الكوليسترول هي حميات باليه ولغيت من عام 1970، لانه وجدوا انه انا منعي للكوليسترول الغذائي بيخلي كبدي ينشط اصطناع الكوليسترول الضار. فانا بقول التوازن باكل البيض، والنقطه الثانيه بفضل اكله صباحا اكثر من مساء، استخدامه بالحميات لانه بيمد معي مدد بعيد، حاجه اليوميه للجسم كبالغ او يافع يوم اي يوم لا. الدكتورة دانا الحموي كانت تقول عادة بإطلالاتها التلفزيونية أنه ناكل البيض إذا حبينا نعمله مقلي بدون ما نحط معه مثلا زبدة أو سمنة أو إلى ما هنالك، لأنه هي بتشكل ناقل بينقل الكوليسترول الضار للدم. شو وجهة نظرك بهذا الأمر؟ هل في دراسات جديدة مثلا بهذا الموضوع؟ البيض يعني أفضل إذا تناولناه مسلوق، ولا إذا بدنا نعمله نحط معه زيت زيتون، ولا زيت نباتي عادي، ولا كيف أفضل طريقة برأيك؟
في انواع معينه من المواد الدهنيه لا افضل انه ينقلها فيها البيض خاصه فتره الغداء ولا لا. هلا الفكره الاساسيه برجع بقول كناقل انك انت تنقل الكوليسترول او شيء الكوليسترول الغذائي يا صديقي ما بيعمل عندك يا كوليسترول ضار تماما، لكن انا بالعكس بشجع السمن الحيواني اللي هو مو مهدرج، لانه السمن البيض وقت بينقلب يعطي مذاق جميل جدا. والنقطه الثانيه بيرفع امتصاص فيتامين د بالبيض. هلا مشان ما نشوش المشاهدين، هذا له راي وهذا له راي ثاني، انا بلاقي المسلوق افضل انه يكون غالبا يؤكل، لكن لا مانع ان مره واحده او مرتين عندي اياه بالاسبوع اخذته مقلي، لانه كمان التوازن بالامور هو سيد الامور. هلا كثير اللي بيهمني انا كمان انه نحن في نظريات اول ما اخذناها بدراستنا انه نحن نلغي الزيوت ونلغي الامور هي، لكن انا انقاص الدهون بنسبه كبيره جدا على اي حميه غذائيه بيخلي الجسم عندي اياه يفقد من مخازن فيتامين د بجسمه، خاصه اذا عم يخسر وزن، والنقطه الثانيه عم يخسر دهون داخل جسمه، عم يخسر مخازن فيتامين د، فلذلك لازم يكون في له تعويض بالماده الغذائيه، لكن انا بشجع انه يكون مرتين مقليات بالاسبوع وما فيما عدا ذلك بريشت او يكون مسلوق بشكل منيح، خاصه اذا كان البيض معروف وين مصدره. يروج عاده انه السمن النباتي اللي ماخوذ من دوار الشمس او من اي مصدر ثاني هو سمن كثير مضر، ما بينهضم بالجسم، بده درجة حرارة عالية حتى يتحول وهيك، شو رأيك؟ هلا نحن بنحكي عن أكثر شيء بالنسبة لأن السمن المهدرج هو أخطر شيء على الجسم. أخطر شيء؟ لكن لأن السمن المهدرج هو قابليته لتشكل الراديكلز الجذور الحرة بالجسم هي العالية. هي الهدرجة وتكسير الروابط الثنائية هي اللي بتولد هي الجذور الحرة، هي اللي بتولد تنشيط للخلايا السرطانية في الجسم وهالأمور هي. وخاصة وقت تتعرض للحرارة وبعدين تبرد بعدين تتعرض للحرارة، هي الأمور هي كثير خطرة على الجسم. لكن الكبد عنده قدرة على تصريف هاي الجذور الحرة، لكن إذا ازداد نحن طبخنا اليومي بهالسمن المهدرج هذا المشكلة. طبعا تصريف الدهون داخل جسم الإنسان هو تصريف كبدي. هلا نحن السموم الذوابل الأوساط الدهنية بيصرفها الكبد، أما السموم الذوابل الأوساط المائية تصريفها كلوي. لذلك ننتبه للأعضاء الاطراح بجسمنا كيف نحافظ عليها. ليش؟ لان قلت لك انه السردين مرتين بالاسبوع، حتى حبوب فيتامين د والمكملات الغذائيه ما بنقدر نحطها بهالحراره العاليه بفتره عندك يا الصيف اكثر من مرتين بالاسبوع. لذلك ينصح الاطباء المكملات فيتامين د، الاسماك، الامور الدهنيه هي تتاخذ هلا في درجات الحراره المرتفعه بشكل لطيف لان هي مجهده للكبد. هلا نحن بنقول بيهمني الامر انه توازن الامور. هلا السمن مهدرج اذا كان عندنا يا لمجرد لجأ له المستهلك عندي يا بسبب الاسعار الغاليه بالهي، انا بقول عدم دخوله للبيت واخذ مسلوق واخذ شيء بشيء قليل من زيت الزيتون او هالامور هي افضل من دخوله الى البيت. افضل من دخوله لانه للبيت؟ بيعمل مواد سامه جدا. يعني انا ما بقول ما بضر البيت لي بس مشان انا المجرد اني انا بدي اخذ شيء مقلي، في بدائل بالقلي والطهي والامور هي، التحمير بزيت نظيف بزيت نباتي مو ما له مهدرج يضل على طول بشكله السائل. اما زيوت النخيل وبتستخدمها المعامل والوجبات المطاعم تبعات الوجبات السريعه هي مرعبه بهالقصه هي. طب حنكفي فيها، بس بدي نوه للساده المشاهدين والمستمعين اذا حابين توجهوا اي سؤال للدكتوره ثواب، ارقام الهواتف عم تقطع معنا على الشاشه. اذا هي معلومة خطيرة اليوم كثير قلتي لنا عليها انه عدم دخولها بالبيت عدم دخول ارحم السمن بكثير النباتي من انا ما اكل شيء مسلوق ولا دخل سمن النباتي المهدرج، مو السمن النباتي اي سمن نباتي. هلا في سمن عندنا يا مثل سمن جوز الهند هذا كثير رائع جدا، لكن اذا لقيت عليها كلمة مرافقة لها مهدرج هذا المشكلة. هلا اللي يهمني امره السمن النباتي تبع جوز الهند بالشتاء بتلاقيه صلب، ما له مضطر انه بيكون، لكن صيفا بتلاقيه سائل، ما عاد صار هو بحالة سمن السمن. جوز الهند دكتورة؟ ايه سمن جوز الهند موجود عنا بسوريا. هو هلا زيت جوز الهند هو بفتره الصيف سائل، لكن هو بفتره هي بيشبه السمن يعني. لكن هو بحد ذاته اذا وجد كلمه مهدرج هذا جدا، هذا انا برفض دخوله الى البيت اطلاقا حتى لو كان ارخص من الزيوت العاديه. هلا انا بالنسبه لاستخدامنا لزيت الزيتون، هلا في نقطه كثير بيقولوا بدنا نقلي بزيت الزيتون، انا بستخدم استخدام زيت الزيتون على البارد تماما لانه هو بتفكك للاحماض الحره ويعطي طعمه بالطهي بالحرارات العاليه ما لها كثير محببه. لكن صحيح. اي
لكن انا بقول بالامور هي عندك تطبخ بزيت، تعرف انه هو حتى لو زيت عباد الشمس، زيت دوار الشمس عندك يا اخي، ما بيهمنا بهالامر قد ما يكون لا سمح الله يكون جامد بفتره الصيف. هون هذا اللي بيرعب بهالموضوع هذا، لانه هذا كل طرحه كبدي وكل طرحه بياثر على البشره وهرمه، على تساقط الشعر، هالامور هيك كلياتها. كمان بينعكس على صحه البشره والجلد دكتوره؟ طبعا طبعا، لانه كمان احد اعضاء الاطراح بجسم الانسان الجلد والبشره وفروه الشعر. طيب يعني من قيمه هذا، من قيمه السمن النباتي ان شاء الله، اذا ما المهدرج، المهدرج هو بس ما في انواع تجاريه بدون ذكر يمكن اسماء، يعني ما لا عندنا زيت شيء النخيل سمنه مهدرج، ما كله مهدرج بعتقد. هلا زيت النخيل اكثر شيء هو الشائع تجاريا، نحن بيستخدموه بالمعامل، بالمصانع، بالمطاعم. زيت النخيل زيت هو النخيل. هذا الارخص يعني لحتى بيستعملوه نعم. كل هالقد؟ للاسف ايه للاسف نعم. طب في بنسمع مثلا زيت دوار الشمس او زيت القطن او الذره او هاي الامور، بنقدر بدل نجيبهم؟ سائل، شوف بدها هدول الزيوت النباتيه، راح ننبه على نقطه كثير مهمه، في حال استعمالها مره واحده لا يعادل الاليفيه مره ثانيه. هلا بتقلي ست البيت انه نحن غالي غالي وبنحافظ عليه وهالامور هي كلياتها، كانوا اهل اول يحطوا شيء معين فيه لامتزاز الشوائب الخارجيه بالزيت مشان تنظيفه، لكن نحن بقول انه هو كمان اذا استهلكتيه بكميه قليله وحطيتيه بطريقه الرزاز مثل ما هلا بعض الاواني المطبخ عم تجي عليها مثل التيفال، لا وفي رزاز، يعني انك تبخي الزيت بخ على الاكله او هالامور. هلا تحميل البطاطا والامور هي لابد منها انه تكون نسبه معينه من الزيت تغمرها، بس رغم هيك كمان في مآلي بتستخدم رزاز الزيت لطهي تحمير الاكل احسن من ما انا اغرقها بالزيت، فهي النقطه. هي المآلي الالكترونيه الجديده اللي بيقولوا لك انه بتعمل لك وجبه بطاطا كامله او دجاج بكميه مثلا قليله بمعلقه، هي منيحه هاي المآلي؟ صارت متوفره بسوريا بالمولات جدا موجوده؟ جدا جدا رائعه. اولا انك انت ما عاد مضطر انك تستخدم الزيت مره ثانيه، ما هو هذا الخطوره، تعرض الزيت عندك يا لحراره عاليه ومن ثم التبريد ومن ثم حراره عاليه، بصير التفكك وجذور الحره بقلب الزيت اعلى بنسبه 3 أضعاف عن المره الاولى. فالفكره الاساسيه هي النقطه. خاصة إذا أكلة كمان أكلتها وهي محمرة وبعدها عرضتها للميكروويف كمان، يعني هي الطين، يعني مثلا تلاقي بطاطا محمرة وهالأمور طلعت من لا يتاكل، زاد قليل منها، إجت ست البيت حطتهم بالميكروويف مع السندويشة والهيك، هي على أمر يعني بتصير الجذور الحرة، وجبة جذور حرة من ال ولي قد ايه عم نغلط بحق جسمنا، معناتها هي الممارسات اغلبها بنعملها كل يوم، بالضبط. مين فينا اذا زايد شويه بطاطا او اي شيء مقلي بنرجع المسا بنحطها؟ لذلك نحن نتعود التوازن، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حتى وقت بنساوي طبختنا بنعرف قديش طاقه العيله تبعنا مشان ما نسود الاكل للفتره اللي بعدها. هلا في ناس بتقول لك بتطبخ عن يومين، هذا حسب دوام الام الوالده اذا كانت موظفه او اي شيء، انا مو ضد الفكره، لكن في فكره في اصول اسمه حفظ الطعام، المحافظه على الفائده تبع الطعام اكبر طريقه ممكنه. هالسموم اللي بدها تصير بالفتره هي، هلا مثلا اكله مثل القشطه، القطايف، الامور هي، في حال انت اخذتها من عند البائع بتكون مكورات العنقوديه جدا يعني نوعا ما هي بتازه، حطها بالبراد رغم قبل ما هي بتبلش تتكاثر هالمكورات، ليش؟ حتى لو بالبراد احيانا اكله بتكاثر المستعمرات العنقوديه والجرثوميه فيها، فهالاشياء انا بنبه انه هي نجيبها على قد حاجتنا اللي بدنا ناكلها، ما تضل كثير فترات طويله لانه بتعمل مشاكل هضميه ومشاكل عندي اياها بجراثيم المعده او بتقتل الجراثيم الحسنه بالامعاء او بفلوره الامعاء. بنخسر البروبايوتيك يعني او الفلورا المعويه. بالضبط. طيب دكتوره، هذا بقصه الحلو والقشطه، بقصه الطبخ يعني اذا عملت ست البيت اي شيء، معكرونه او رز بازاليا او اي طبخه مثلا، انت مع انه تكون الطبخه عقد اليوم بس انه ياكلوا نعم. اهل البيت وثاني يوم نعمل نعم. وجود الطبخه التازه فيها عافيه والطبخه البايته فيها مرض، انا بقول الطبخه التازه فيها عافيه والطبخه البيته فيها مرض، يعني مو قضيت انت. شوف يا في ناس احنا واقعيين، بنزعج انه وقت باكل اكله مثلا بايته، انت لو اطيب اكله بتساوي لك اياها الوالده حتحط لك اياها تازه وسخنه من الطنجره، مثل وقت بتسخن لك اياها وبتطعمك اياها ثاني نهار، اكيد لا، حتى شهيتك تختلف عليها. حتى نحن في بعض الانظمه نحن بنكرر نوعيه الاكل مشان نحن نخفف شهيه مريضنا بالهي بدون ما نعرض جهازه العصبي تبع الشهيه لاي مواد كيماويه. فالفكره انه انت
بتلاقي شهيتك قلت للاكل الثاني نهار، بتلاقي حالك. نحن برجع بقول نحن واقعيين اكثر ما هي. في كثير هلا نحن بحد ذاتنا ببيتنا بنقدر بنسخن الاكل مره واثنين ثلاثه، لكن حسب نوعيه الاكله، يعني انه هل هي بتضاين ولا لا. في اشياء المقالي والامور اللي تعرضت لقلي وتحمير انا ما بحبس تتسخن مره ثانيه. مقالي، زهره، باذنجان، بطاطا، شيء من هول. طيب لما نطره كثير، في معنا اول اتصال. الو. الو، ايوه، يعطيك العافية أستاذ أهلا، محسن. الله يعافيك يا رب. والله ممكن نسأل الدكتورة سؤال؟ طبعا تفضل. بدي أسأل إذا كان واحد حط قليل من الدهنة على الطعام يعني مضر شيء؟ بالعكس تماما، هي من سنة الطب النبوي، اللهم صل على سيدنا محمد. بالعكس، حتى أنا مرضى الديسك والناس بيعانوا من العرق الأنسر، هذا رائع جدا. أنا حتى بحبز الأهالي إنه بليت بزهرة الخروف يطبخوا شوية مثلا البيضة، يطبخوا الأمور، لأنه كل العالم بتفكر هي بترفع الكوليسترول، هي زيرو كوليسترول الزهرة البيضة، كمان أنا زيرو بفكر إنه ما بيصير، ما بتنفع، لذلك وبترفع نسبة مخازن فيتامين د. بالعكس، أنا بحبز إنه مرتين بالاسبوع ينطبخ بلية الزهرة. بالعكس تماما، هي شيء صحي جدا للجسم، وبتعمل عندي تطراي للناس اللي عندها مشاكل امساك، بترفع في مخازن فيتامين د، رائعة جدا للبشرة، رائعة جدا للناس اللي عندها نشفان مفصل. بالعكس يا اخي، انت عم تحكي شيء صح جدا. بدي اشكرك على هالسؤال جدا جدا جدا. انا مفكر انه هي الدهنة انتم بتقصدوا فيها اللي لية هي تبع الزهرة. الخروف ولا كل شيء دهنة بجسمه؟ انا بفضل لية الزهرة اللي هي بيور، اللي هي لية اللي الزهرة يعني اللي هي البيضاء. البيضاء، ايه. هلا هي اللي اذا قصد انقطع قسم منها وشوحتها ست البيت وقليت فيها شويه طبخات او امورها، هي مرتين بالاسبوع رائعه جدا. بدل السمنه فينا نستعملها؟ طيب، مو يوميا، انتبه مو على يوميا، مو مرتين يوميا. بالجمعه، يعني مرتين بالجمعه رائعه جدا. برجع بقول للناس اللي عندها خشونه مفاصل، للناس اللي عندها مشاكل بالاعصاب، للناس اللي عندها مشاكل عندها بنقص فيتامين د، رائعه جدا هي. ناقص فيتامين د، مروح كل العالم، ايه، واحد ايه ببلدنا ناقص فيتامين د. طب في اتصال ولا بكمل حديثي مع في؟ طيب، رح نحكي على قصه فيتامين د هلا، بس حتى نختم الملف. الدهنه الموجوده ببقيه جسم الخروف هي تعتبر مثل اللية ولا لا؟ بيكون هلا وقت رب العالمين بده كان يعاقب بني اسرائيل، حرم عليهم شحوم اللحوم، صح؟ فأشاعوا هن شائعة أنه أنت إذا أخذت الحليب قليل الدسم، خالي الدسم، هذا بيبطاه تدفع حقه مضاعف وهالأمور، وهي فكرة كتير خاطئة. نزع اللحوم من دهنها هذا شيء غلط. حتى اللحام الشاطئ بيخلي لك شوية لحمة مشان بيقولوا لك هي اللحمة مسوفة، فهي مفيدة جدا للأعصاب، للدماغ، للخلايا. الأغشية الحلوية يا صديقنا الكريم أنه كلها هي مغلفة بمواد دهنية كوليسترولية. نحن كلنا وقت بنقول كوليسترول بنرتاح منه. الكوليسترول غلط يتواجد بمجرى الوعاء الدموي، وحتى رب العالمين هيأ نوع معين من الكوليسترول اسمه الكوليسترول الحسن لأش بقايا الكوليسترول اللي هو عند الضار. فالفكرة الأساسية، الكوليسترول مادة رائعة جدا لاصطناع هرموناتنا، لاصطناع عند يا رفع مخازن فيتامين د بالجسم، لشي عملية الاستقلاب. الأغشية الحلوية كلياتها مغلفة بمادة كوليسترولية دهنية. هاي الأمور إذا نزعناها، نحن نزعنا توازن المادة الحيوية اللي عم ناكلها. أنا ما بفضل، لكن يعني نوعا ما تنظيفها من شوية بقايا اللحوم اللي هي مزعجة بعملية الهضم. لكن أما باقي اللي هي معشقة، أنا برفض أنه نزع الدهون عن اللحوم، لأنه هي بتعمل لها توازن حيوي بيولوجي، وبتعمل عندها، أنه نحن بنعرف أنه البروتينات عاملة قابضة إمساكيا، لكن دخول هالنسبة المعينة من هالدهون بتخليها مرنة على الكولون ومرنة شوي على الأمعاء الدقيقة، رائع. غير مخازن فيتامين د اللي هي بتفيدنا فيها. نعم، كأنه أبو مين معنا هلأ على هي هلا اول سؤال جاوبناك عليه ببلاش، هلا السؤال الثاني بمصاري. الو. ايوه، الله يعافيك، تفضل. سؤال ثاني والله، بس انا على عيني، تفضل. والله بدي اسال الدكتوره، في بعض علب مكتوب عليها غير مهدرج. غير مهدرج، وهذا السمن النخلي غير مهدرج، بس بتطلع مكتوب من زيت النخيل. مثل ما تفضلت الدكتوره انه زيت النخيل مضر، معناتها هذا لازم المهدرج يا اخي، المهدرج. زيت النخيل بس المهدرج مضر، اما اذا مانه مهدرج ما في مشكله؟ اذا زيت ماله مهدرج، رح اقول لك شغله بسيطه يا صديقنا الكريم، حتيجي تلاقيه سائل. سائل سائل، ايمان مكتوب عليه ايمك، انا عم اقول لك اذا صارت هدرج بيصير صلب.
في حال بفترة هيك مثل هذا الصيف زيت النخيل بفترة الصيف بده يكون سائل إذا ما له مهدرج. في حال شفته صلب ما تصدق هالجملة هيك. شوكولا نوتيلا المشهورة كثير أشيع من فترة أنه انسحبت من السوق أو توقفت بسبب زيت النخيل، عم يحط زيت نخيل مهدرج أو شيء بقلبها. العفو. ايه هلا شوف، نحن ما ضد اي انواع، لانه يا صديقي كمان الصناعي لا يستطيع ان يحط لك زبده او سمنه عربي او هالامور هيك الياده، لكن نحن نشوف استهلاكنا لهي المواد قديش. يعني هي انا نزعه من الاكلات الطيبه تبع الاطفال، اي شوكولا مو داخل عليها زيت النخيل، اي حتى بالدول برا افضل الشوكولا بالعالم يعني بيحطوا لها هذا الزيت، لكن الفكره الاساسيه انا قديش بستهلك هالكميات هي. انا مو ضد اني انا اكون مع اني انا استخدم شيء يعني، لكن بتوازن يعني. هي نقطه. الشيء الثاني، ما بدي انا احكي انه هذا انه حسس الاخوان المواطنين يعني على انه هذا مهدرج وهذا مو مهدرج. انت انتبه، الزيت النباتي لازم اللي عم تستخدمه يكون سائل. هي بكل قاعده بسيطه، ما حنفوت بعلم الكيمياء وهذا رابطه ثنائيه وهذا، حنفوت بمتاهات لها اول ما لا اخر. هو سائل بين ايديك، هذا عندك اياه، ما قابل ما تعرض عمليه الهدرجه، لانه الهدرجه بتحوله من السائل للصلب. تماما، هي النقطة. هذا لقيته، هذا مرة استهلكناه مرتين ما في مشاكل، الكبد قادر انه يصرف سمومه، لكن كل يوم زيادة هي والامور هي، خاصة يعني الناس اللي مشاكل عندنا اياها عم تشتغل قدام بياع فطاير وبياع فلافل، يعني يوميا معجنات يوميا. انتبه يا اخي، انت موظف، نحن صحتنا بتعني لك، بنعرف انه هي اقل دخلا هالسندويشة وهيك، وانا مع الفلافل الصحية والله، يعني انا من الناس اللي بحبز بهالفترة البدائل هي. لكن المشكلة يا صديقي على آخر الليل هاي الزيوت هاي كلها فاتت لجسمك، يعني مرة أكلتها مرتين، ثالث مرة رابع مرة انتبه انك تنوع شيء. يعني مو غلط اني انا اعمل لي شيء صندويشة صغيرة من بيتي وجيبها، يعني يوميا بدي اكل هالاكلة، يوميا هالاكلة، بتلاقي حالك بطنك خواصرك كلها بلشت، الكولون صار فيه ما عاد يقدر يلحق يخلص هالسموم هي. طب فوتنا سممنا جسمنا للاسف بهالانواع، ومثل ما قلتي اكل السوق يعني على السريع، وخصوصا اللي بيشتغل ما في وقت يمكن انه يجيب معه من البيت. في طريقة نرجع ننظف جسمنا كله من فوق لتحت؟ هلا انت حضرتك قلتي انه من ضمن المساوئ اللي بتعملها هي الزيوت والسمن المهدرج، بتزيد الجذور الحره اللي هي بتصير يمكن نتيجه الاكسده بقلب الجسم. بينقال عاده انه في ثلاث فيتامينات هن الاهم بمضادات الاكسده، السي والاي والبيتا كاروتين. بالضبط. نجيب من الصيدليه مكمل غذائي فيها الثلاثه وناخذه بشكل يومي لحتى نعمل شيء مضاد اكسده بجسمنا، ولا برأيك في غذاء ثاني او في شيء طريقه ننظف جسمنا؟ طبعا المصدر الطبيعي احسن واوفر وارخف يعني. هلا الفكره الاساسيه فيك تجيب، هلا قديش عم نسف ادويه فيتامين د بالهي، ما عم يتحول الديتو لدي 3 الشكل الفعال. الشكل الفعال بده توازن، بده عدم رطوبه، يعني وحده مثلا ساكنه بابو، وحده مثلا ست بيت عم تجلي نبلوك ماما، مهما بلعت فيتامين د هالرطوبه غبت عظمه، ما عم يتحول الديتو لدي 3. ننتبه على الجفاف الامور هي. هلا تعرض لاشعه الشمس كمان من منطقه القفويه من منطقه الرقبه، يعني هي الامور هي كلياتها اليه تحويل فيتامين د للشكل الفعال. حتى لو سفسفناه بالمكملات الغذائية ما عم نعرف إذا عم يتحول بجسمنا لشيء صح ولا لا. بالمصادر الطبيعية سرعة تحوله للشكل الفعال أعلى من المصادر الدوائية. فهي النقطة كتير مهمة. النقطة الثانية اللي بدي أقولها عندي يا المكمل الغذائي صح والمصدر الطبيعي صح، لكن عدم تجاوز تركيز المكمل الغذائي بحيث يكسل الامعاء الدقيقه على امتصاصه وقت بينزل بالمصدر الطبيعي. شو يعني كل هالحكي هذا المكركب؟ عندي مثلا انا بالنسبه لي انا فيتامين سي انا باخذه من الفواكه والخضار، وعم سفسف كل يوم فيتامينات سي، وقت بده يجي مع نسبه عاليه من فوارات فيتامين سي، وقت بيجي بالمصدر الطبيعي امعائي الدقيقه تعودت على اخذه بكميات يعني موجود بتوافر، ما عاد تقدر تستخلصه به النسب اللي هي متوازنة ودقيقة وقت بيكون بالخضار والفواكه. فهي هي مشكلتنا مع المكملات الغذائية، تعود الجسم على المكملات فما بقى كتير يهتم بالمصدر الطبيعي. وكمان هن بالمكملات بيوضعوا الفيتامينات بشكل مخرب
مربط يعني فيتامينات زوابب اوساط مائيه مع فيتامينات زوابب اوساط دهنيه وبي كومبلكس وما بعرف شو بعرفتي وكلياته. الجسم رب العالمين كل فيتامين حطه بمصدر مختلف يعني بمصدر يختلف عن هي، مشان وقت يجوا بيفوتوا على الامعاء الدقيقه ما تصير عمليه تنافسيه لامتصاصه. فهي حتى نحن بنقول حبه الزنك بتنافس الكلس بالامعاء الدقيقه، يعني وجبه الغنيه بالزنك لازم بعد عن وجبه غنيه بالكلس، لانه هذول الشارتين بينافسوا بعضهم بالامتصاص بالامعاء الدقيقه. حتى بمنطقه العفش في معمل كيمياء، مين يمتص مين ما يمتص، اكيد نحن ما بنحط بغرفه واحده موظفين شاطرين، يا بيتقاتلوا مع بعضهم يا اما بالنسبه لي ما بينجزوا لي العمل. فهي هي فكره وجود هالفيتامينات بشكل مكثف بان واحد، فهي بتضرب بعض البعض. غير هيك ان هي عبء التصريف، لانه للفيتامينات تراكيز معينه هي موجوده بمصادرها الطبيعيه حسب توازن رب العالمين يعني بشكل صح، لكن نحن بنحطها بافراطيه بمكمل الغذائي مزعجه جدا لمراكز الاصراف تبعها. نعم دكتوره ثواب، ما في حد عم يعمل اليوم تحليل فيتامين د الا للاسف عم يطلع دون الحد الادنى. يمكن هو الحد الادنى 25 بعتقد 32 او عم يطلع 8 وعم يطلع 9 عوز. ايوه هذا عوز يعتبر، يعني 8 و9 عوز. طيب البديل الافضل برايك بهالحاله هل هو الابر العضليه، ابر الفيتامين د، ولا المكملات الحبوب اللي بنشوفها بالصيدليه، ولا في مصدر اخر؟ هلا الاطباء بهالحالات هي وقت بيشوفوا عنا يا تحت العشرة بيعطوا ابر، فوق العشرة بنبلش بالمكملات الغذائيه، لكن نحن وقت بيكون بين 16 وال20 وال22 ما بنفضل يوميا مكمل غذائي فيه فيتامين د، ما بنفضل أو مكمل غذائي بس وحداته قليله بين ال500 لل1000 وحده الحاجه اليوميه. فالفكره الاساسيه اعطاء نسبه فيتامين د مثلا مثل 50000 وحده بان واحد لمريض عندك يا متجاوز تحاليله فوق 18 هذا مجهد للكبد حتما. مجهد للكبد لانه تصريفه كبدي هذا هي الابره. فهي الفكره الاساسيه الوقت بيكون عندنا عواز في حاله ثانيه يعني لازم يكون المخازن فاضي. رغم هيك حتى وقت عم يعطوا هالابر وهالامور هي ما عم تعوض شيء اسمه الشكل الحيوي الفعال للفيتامين د. برجع بقول لفيتامين د قصص مو انه فقط توافر الماده الاوليه، في اشياء مرافقه لها بتحوله لدي 2 لدي 3، فهي هي كمان لازم نهتم فيها. هلا الاشياء اللي بيهمني امرها كمان بعلم الوراثه، كمان في ناس عندها نقص حاد بي يعني حتى لو عطيتها فيتامين د ما بتخزنه لهذا البعض. اخذت ابره دكتوره ورجعت عملت تحليل بناء على طلب الدكتور، فاجأنا انه مو زايده النسبه ابدا ابدا ابدا، يعني انجا يمكن زايده واحد بس فقط. معقول هذا الشيء؟ لانه يعني صرفوا الكبد من دون ما يوضعوا بمخازن الصحيحه. ليش صرفوا طيب؟ هلا حسب برجع بقول في امراض حيويه يعني ممكن تكون عندها، يعني في كمان الناس اللي عندها مشاكل شحم على الكبد، عندها قابليه امتصاص، عندها ومشاكل كمان الغده الدرقيه بتعمل عندها اياها عدم تحويل دي 2 لدي 3 بغض النظر عن اشعه الشمس والرطوبه والعوامل الخارجيه الاخرى اللي انها بتفعل تحول الدي 2 لدي 3. هلا الفكره الاساسيه نحن بنقول شحوم الكبد وعندنا امراض الغده الدرقيه بتمنع من رفع المخازن حتى لو توفرت هالمادة الاوليه. هلا طيب اللي عنده شحوم بالكبد شو بيساوي بهالحاله؟ هلا شحوم الكبد اللي اكثر شيء بيفيدها هو زيت نوع معين اسمه زيت حبه البركه، ملعقه واحده يوميا هي اكثر زيت بيقدر يدوب شحم الكبد اكثر من زيت الزيتون. لا قد ايه بيستمر فيها؟ يستمر فيها لفتره بين ال20 يوم لل30 يوم، هي كثير رائعه لازابه شحوم الكبد. معلقه واحده بس؟ معلقه شاي صغيره ولا معلقه اكل؟ معلقه شاي يوميا بين فترة الفطور والغداء، لا تكون تجي على الريق تماما ولا تجي على معدة تليانة أكل. فهي كتير بتفيد شحم الكبد. طيب الماكسيموم من الفيتامين ده للحبوب اللي بنشوفهم بالصيدليات الصامدي 3 أو غيرها بشكل أنه ما نجهد الكبد ونستفيد، 10,000 5,000 2,000 1,000 قد ايه بتحط؟ الحاجة اليومية 1,000 يوميا بين ال 400 لل 1,000، لكن المشاكل المرضية بتتوجب أكثر بهالنسب. أنا بقول 5,000 وحدة بالإنسان عنده نقص بفيتامين د بتراوح رقمه بين ال 11 وال 20 اللي هي أغلب العالم قاعدة بهالشريحة، بين 5,000 وحدة يوم تنين يوم خميس. يوم تنين ويوم خميس. تأخذ ساعة واحدة ظهرا بفترة الظهيرة بعد ما يتاخذ مكمل فيتامين د، يتاخذ معلقة زيت بعدها أو 3 حبات زيتون. فبتحاول تساعد هالعملية على تحويل الدي 2 لدي 3 داخل الجسم. معلقة زيت زيتون بس بعد مكمل فيتامين د. معناتها الفيتامين د لا بيتاخد على الريق ولا بيتاخد قبل النوم، حضرتك عم تقولي الدهنيات؟ مو لدرجة انه انا هاي قاعدة صيدلانية بس لا، لكن الجسم. هي الكفائدة افضل بهالفترة بهيك بهالنسب لا بأس فيها هاي الحكي. معناتها حبة الفيتامين د العيال 5,000 ومعها معلقة يوم تنين يوم خميس او يومين بالاسبوع بما معناه فبناخذها وحدة ظهرا، برجع بقول وحدة ظهرا لا بيكون وحدة غدا وما بيكون فطران هلا، يعني هالامور
هاي بتجي على معدة فاضية نوعا ما وما بتجي على الريق، لأنه هي تقيلة حبة فيتامين د بالنسبة لنا. النقطة الثانية اللي بدي أقولها بعدها معلقة زيت زيتون أو تتحبات زيتون كتير رائعة. طيب هذا اللي نسبة منطقية شوي بجسمه. أم إذا سيدة نازل عند دون الحد عندها عوز، ساعتها طبيبة بيكون عم يراقبها وبيعطيها إبر، لأنه الإبر والله بدها مراقبة. الإبر بدها مراقبة لأنه بعض الفيتامين د بيعمل إذا كان بنسب عالية شوية اختلاجات، لأنه بيكون الكلس تغير يعني فجأة بالعضلات، فهي بدها مراقبة الطبيب. هون ساعتها شغلة الطبيب وهالأمور هي بيعطيها حسب العوز تبعها وحسب المشاكل الصحية تبعها، وخاصة هدول التبعات بيكونوا مراقبين من دكاترة الغدد، فبيكون إن شاء الله أأمن إذا اتخذت من قبل طبيب. رائع جدا. حنختم أنا وأنتي. هلا أغلب مشاهدين الفترة الصباحية بيكونوا سيدات، بعتت جوزة على الشغل، بعتت الأولاد على المدرسة، حطت فنجان القهوة وعم تحضر. بدنا نصيحة تجميلية منك من شيء موجود بالبيت أو رخيص الثمن بحافظ على نضارة البشرة، حيوية البشرة، شباب البشرة، يبعد التجاعيد ويعطينا هيك خلقة حلوة وشعر حلو. شو بننصح المشاهدين؟ هلا كون عم نحكي على الدهون والزيوت والأمور هي كلها، زيت جوز الهند اللي كنا عم نحكي أنا وياك معه فيه، هذا بتحافظ على الخلايا، يعني بتحمي الخلايا من الهرم، رائع جدا. نحن نقول بيوقف الشيخوخة، سبحان الله. هلا بتقلي معقول يوقف؟ هي يعني قد ما بتتخيل بباطئة بالنسبة لصحة الشعر، للبشرة، لصحة الأعصاب، لصحة العظم، لصحة المفاصل. شرب ودهن ولا بس؟ وحتى صحة المزاج وحتى خلايا الذاكرة بيحميها زيت جوز الهند. فالناس اللي عندها بتاكل معلقة زيت جوز هند، زيت جوز الهند عندي اياها، لاحظ انه هي زيت بتجي تماما بهالفترات، بيكون جوز الهند الصح المعصور على البارد فبحالة القوام الزيتي. بفترة الشتاء ممكن يتجمد زيت جوز الهند، لكن الفكرة هي ملعقة يوميا صباحا بتطول الأطفال، بتحسن شباب البشرة، بتروح التجاعيد، بتخفف التجاعيد، بتخفف معالم الشيخوخة بالبشرة، بالشعر، حتى بالمفاصل، فبتلاقي كتير لها فوائد. يعني وين ما رنيتها هالوصفة بترن. حلو. طب منجيبها من البزورية فرط ولا فينا نجيب الموجودة بالسوبر ماركت أو بالمولات الكبيرة؟ موجودة بالصيدليات، موجودة بالسوبر ماركت، موجودة بالعطارين، موجودة جدا متوفرة. معلقة واحدة كبيرة بس، ما ملعقة. نعم اكسير الجمال نعتبره اكسير الجمال. نعم. بدنا نتوجه لك بجزيل الشكر والمحبة. يعني للحقيقة كان عم يقول لي الأستاذ عصام أنه حرصنا اليوم ما ناخذ اتصالات لحتى نعطي الدكتورة مجال أنه تحكي أكثر، نستفيد من ما هيك نعمل الموضوع بقى سؤال وجواب. شكرا كثير لك، ودائما بتشع الصحة وبتنبع بأي مكان وبأي مؤسسة إعلامية بأي محطة بتكوني موجودة فيها. ننبسط كثير بحديثك. شكرا كثير لك دكتورة.